دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم وابرز الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في دور 16 من كاس الامم الافريقيه، طبعا خصوصا مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب الكونغو الديمقراطي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة اللي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. النهاردة هتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للجذام، وتحث منظمة الصحة العالمية على بذل الجهود العالمية للقضاء على الوصمة المرتبطة بالجذام وتعزيز كرامة المصابين بالمرض. وبيتم الاحتفال باليوم العالمي للجذام في يوم الأحد الأخير من شهر يناير، وموضوع اليوم العالمي للجذام 2024 هو تغلب على الجذام، وبيلخص هذا الموضوع الأهداف المزدوجة لهذا اليوم، وهي القضاء على الوصمة المرتبطة بالمرض وتعزيز كرامة الأشخاص المصابين به. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب غينيا مع منتخب غينيا الاستوائية الساعة 7 مساء، وفي العاشرة ليلا هيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية.